أولا اللي بيتكلم في هذا الأمر أنا يعني أجزم تمام الجزم أنه لم يقرأ أي كتاب من كتب التي تدرس في جامعة الأزهر. فلو كان هذا الأمر صحيحا ما خرجت جامعة الأزهر عبر سنواتها الطويلة في كل أنحاء العالم هؤلاء الدعاة وهؤلاء النخبة المتميزة من أبناء جامعة الأزهر. ليس عندنا إحنا طبعا معروف عن الأزهر طوال عمري وطوال تاريخ الطويل ألف وأكثر من 1050 عاما أنه ذو المنهج الوسطي، ولما هكذا فلما استمر إلى هذه الفترة وإلى هذا الزخم ولما كان عطاؤه مستمرا لكل دول العالم إلى هذا الوقت، معقولة أن هناك عندنا كتب فيها نوع من التطرف أو نوع من التشدد؟ هذا أمر ليس له وجه من الحقيقة على الإطلاق. فكتب الأزهر كتب أكثر ما تكون بساطة وتعبيرا عن وسطية الإسلام. وأنا أدعو من يقول هذا الكلام إلى أن يأتي إلينا في الأزهر ويرينا ما يقول عنه من كتب بالدليل والبرهان، وسوف نرد عليه إن شاء الله.